ارقصي يا بلد، ارقصوا وتلووا كده، داني بكرة هرقصكم مع النار من مر المرار. مش انتم متعودين ترقصوا للظلم والافتراه والغصبانية؟ أني هرقصكم الرقص اللي بصحيح، وحشربكم من كاس الذل اللي ملا جوفي ومرر عيشتي وحياتي، كاس القهر اللي موت قلبي وحرق كل حاجة حلوة كانت فيه. تقلعي بقى الطرحة عشان ندوق الفرح. اصبر بس، ناخد على بعض. ناخد على بعض ايه؟ طب اغير الفستان عشان اغير انا كمان. يا دي الكسوف، يا دي الكسوف. كسوف من ايه يا بيت؟ يا بيت داني جوزك. اهني لحد دلوقت مش عارفة اصدق الحكاية دي. حكاية ايه؟ حكاية ان انت جوزي، يعني العمدة بجبروته وإيده الطايلة يختارناني؟ أني فطني الغلباني؟ يا دي الكسوف، يا دي الكسوف. يا بنت ما تتكسفيش من حاجة، ده أني من إيدك دي لإيدك دي، يعني أنا بيني وبينك كده، واخدة بالك أنت إزاي؟ ما إيه بقى؟ يا عمدي أنت ليك هيبة. يا بنت أنا بالنسبة لك خيبة، يعني أني عند الناس كلها أنا العمدة، بس باجي عندك أنت على إني كده يعني. بس الحكاية دي بيني وبينك محدش يعرف. أيوه. عمدة، تعالى يا عمدة أنا عايزاك. عثمان. هي عايزة إيه دي؟ طب أنا هروح أشوف عايزة إيه وأجي تاني، بس ما تمشي، غيري بقى. ها يعني في ايه يا حفيظ؟ عايزه ايه؟ اللي ايه؟ قلت لك عايزاك. عايزاني في ايه؟ ده وقته. ايوه وقته، وانا لما عاوزك يبقى وقته، وتسيب اللي في ايدك كله وتيجي وتشوف انا عايزه ايه. وبعدين مالك يا اخويا ملهوف قوي كده؟ هي يعني المعزه دي هتروح في حته ما هي متلقاها؟ وتتلم يا وليه وتخلي ليلتك تعدي على خير. اهاني مش عايزه الليله دي بالذات تعدي على خير. ايه يقولك بقى انني ممكن اعمل لك مجنونه واخلي اهل الكفر كلهم يتفرجوا عليك؟ ايه يا عمدتي؟ ايه كل ده يا اخوي؟ بقى تسيب العروسه وتقف مع المقروسه؟ امشي خشي جوه يا خرشوفه انت، على ما اخلص كلام مع سيدك. سيدي بس؟ ده سيدي وتاج راسي وسيدي اللي خلفوني كمان. ده هو جوزي وهو حبيبي وهو يا دي الكسوف، يا دي الكسوف، يا دي الكسوف، يا دي الكسوف. ده هو اللي ستتني وهو اللي سيخني وهو اللي حضني وهو اللي باسني وهو اللي يا دي الكسوف، يا دي الكسوف. عيب كده، اتلم يا بنت. اتلم واتلم ليه يا اختي؟ هو في حد غريب موجود واني مش واخده بالي؟ ده جوزي حبيبي نور عيوني وحق انني اتدلع عليه ووريه اللي ما شافهوش. وبعدين انتي ما تقوليليش انا اعمل ايه وما اعملش ايه، انتي هنا زي زيك.
شوفي الوليه بتجز على اسنانها ازاي. ايه يا وليه مالك بتبرقيلي كده؟ لا انت هتحضني ولا هتعضيني؟ لا يا عمده لا لا يا اخويا، انت ما قلتليش انها بتعض، انت قلتلي انها فقريه وشها وش بومه وتجيب الفقر وبس، لكن انت ما قلتليش انها بتعض. انت قلت لها كده؟ ايوه اختي قال لي كده، وقال لي كمان انه اول مره يحب بجد، وانه اول مره يشوف حريم بحقه وحقيه. مش انت قلت لي كده يا عمبي؟ تصدقي يا بنت الكلب ان انا اللي حربيكي. بس يا بنت بقى انت تلمي بقى، ما تعملي حرام النار. انت بتشخط فيا عشان دي؟ دي ومالها دي يا اختي؟ مالها اللي ما تتسمي؟ هي مالهاش اسم ولا ايه؟ انا اسمي فاطمه يا اختي، وزي ما انتي مراته انا كمان مراته، واللي ليا قد اللي ليكي. اخس عليك يا عمدي، فاضل ايه تاني؟ مخبي عليا ايه تاني غير ان مراتك بتعض؟ وانا اللي قلت خلاص ربنا رزقني بجوزي حبيبي اللي انا دبت فيه وفي كلامه المعسول ده ايام الخطوبه، انما طلع بيخبي عليا، بيخبي عليا ان مراته بتعض. اخس بس يا رب، فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه تاني يا رب؟ انا قلت خلاص ربنا بعت لي الراجل اللي كنت بستمناه وبحلم بيه، الراجل اللي كلامه الحلو نايمني في العسل، لكن طلع غشاش وخبى علي ان مراته بتعض وبتاكل بني ادمين، وكمان يشوفني هنضرب بالمركوب ولا يديش العضاده اللي عايزه تضربني دي كفين على وشها الكشر العكر السمج الفقري دي. مين دي يا بنت اللي يديها بتطفيني على وشي يا هبله يا بنت الهبل؟ طب ايه قولك ان هو مش هيبات معاك الليله؟ ايه 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 مين فين؟ انت اتهبلتي يا وليه ولا اتخبلتي ولا وكمان طلعتي بتعضي؟ انت هتعوم على عوم هيعره العمد؟ بنت انت اهمدي، اخذ الشيطان يا حفيظه، ما تخليش الشيطان يقل قيمتك وقيمتي، خش نام اهدي كده اهدي. يا اخويا انت اللي تهدى، عمال تفرك وتحرم مش عارفه في ايه؟ اول مره تشوف حريم؟ طب ايه اقولك لو ما بتش معايا الليله هروح اقول لاخويا السيد وهتبلع عليك واخليه يجي هو واخواتي يوريك من كل شيء شويه. يا بنت اخفي من قدام احسن لك، واخوك السيد ده اللي انت عماله تهدديني بيه كل شويه قال ليا كلام وياه، انا هشوف اذا كان هو يرضاني البهدله اللي انا فيها دي يبقى فيه كلام تاني. خشي بقى، انا مش هعرف المك ولا ايه؟ انا كنت عارفه انك هتعمل كده يا دون يا دون الدون. يا بنت اخفي من قدام احسن لك، يعني ممكن اكسحك وقت مرقبتك على صدرك واخوك واديك لاخوك السيد ده متبططه. خشي خش انت، غوري غوري انت. طب ماشي انا هغور ماشي.